يعني ما بعرف شو صاير لك. بتصير بتصير مع كل الناس. يعني مو انت اول وحدة بيخطبها واحد ما بيسوى وبعدين بينكشف. ما بدي روح. خلصنا بقى، قلت لكم ماني رايحة. انا هذا الجو كله ما بيعجبني، خلوني اعمل شي بيريحني. ها والله هلا ما عاد عرض الازياء يعجبك؟ مو كنتي قاتلي حالك لتعرضي ازياء؟ ايه، مو انت كنتي تقولي في وحده بتحب تصير علاقه اواعي؟ ستي بقى انا اقتنعت بحكيك، عرض الازياء تعليق اواعي، انا بدي اعمل شيء له طعمه، شيء يحسسني اني ماني ضعيفه. ايوه مصارعه مصارعه يا فيفي، هي شغله بنات. رياضه امي رياضه، هلا رياضه صارت كخ؟ مو انت بتحبي رياضه؟ مامي فيفي معها حق، مو انت بتروحي بتعملي رياضه مع انت مطيعه مشان ما يرتفع الكوليسترول عندك؟ كنت كنت ها. هلا الرياضة شي مو صحي. صحي صحي، بس الرياضة عن الرياضة بتفرق. هلا المشي وشوية حركات للواحد يروح بطنه، مثل المصارعة. المصارعة بكرة بتنزع لك جسمك، بيطلع لك عضلات مثل الرجال. ايه وانا بدي يصير عندي عضلات، شلون بدي يصير قوية؟ بدي اشترك ببطولة الحزام الاسود. ايه واه الله لا يعطيك عافية يا مطيعة، كله منك، استرجلت البنت. رولا امي لبسي خلصيني بقى. ايش انتو سألين عني؟ أنا ماني رايحة معكم، عندي فحص. فحص بإشي ما سويتوه أنا عم بدرس؟ إيه والله بهاي معك حق. خلاص درسي ماما، عادي درسي. وقت فحص فريدة بالبكالوريا وقف البيت كله على رجل واحدة، وقت فحصي أنا حليلكم تعملوا كل شي. خلصنا بقى خلصنا. شو صار لك مبحتي ماما؟ هلأ رايحين، عادي درسي قد ما بدك، بس مو تلتهيلي على الشباك. تركيها مامي تركيها، ما عنده وقت، دوبة تكتب راشيتات. وصلني اخبار من عليا. يا فهيمه انا كاتبتهم وخالصه. مامي يلا حنتاخر، دوبنا نلحق عرض الازياء. عليا وين غاطه؟ عليا يا عليا جاهزه ماما، جاهزه انا وساكو. بتاخد العقل بتاخد العقل، احلى وحده بين كل هالبنات، وشوف التصفيق كل ما طلعت. يا حبيبه قلبي كبرت خالي، كبرت وصارت صبية عن حق وحقيق. مين هي؟ هي خالي بنتي. هلا انت ما تربيتي، كيف هيك بتاخديها على حفل عرض ازياء؟ يعني نحن ما بكفينا اللي صار فينا؟ اوعك اوعك تكوني عم ترسمي على شيء مشروع. انا بعرفك، انا ما بقى معي مصاري نهائيا، انا خلاص نفضت. على كل حال رايح على جريده الوسيط اعلن افلاسي. الله يسامحك يا خالي، انت هيك يعني مفتكر عرض ازياء عن حقه حقيقي؟ هذا عرض هيك على الخفيف، عاملينه طالبات بمعهد الخياطه لحتى يقدموا فحصهم بالفساتين اللي خيطوها. بقى كل وحده بتقول لرفقاتها يا لاخواتها لحتى تعرض لها الفساتين اللي خيطتهم بحفله هيك بيحضروها الاهالي والاساتذه. ايه لا مو مثل ما لك مفكر، اصلا انا ما بسمح لهم. مثل ما قلت معك حق، يلي فينا بكفينا. ماشي. مطيعة خالي شو أخبارها؟ لا تجيب لي سيرتها خالي، خلاص أنا قطعت لها ورقة. لا 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 لا، ليش؟ بعلمي رفيقة العمر شو اللي صار بيناتكم؟ لا رفيقة عمري ولا شي. ما شفتها شو عملت؟ علقتني مع الجيران وعلقت الجيران ببعضهم. ما شفت شو ساولي بالبيت؟
قلبي مقهور على الفاز الصيني وتمثال البجع الأسود يلي انكسروا. وأنا كمان زعلت عليهم. هدول من أيام جدك الله يرحمه لما راح الصين جابوا معه من هنيك، يعني عمرهم فوق 150 سنة. على كل حال هي شو ذنبها؟ نسوان تقاتلوا مع بعضهم. هاللي أخذت له يا هون قال لي معلش بيتلزقوا وبينكرزوا بيتصلحوا انعابوا بس. لا وشافتن عم يتقاتلوا مع بعض بدال ما تفك بيناتهم صارت تحمية، وأنا كمان أكلت بوكس وانسطحت. هي السبب. هي السبب؟ مو أنت اللي بدك تستثمر كياس فظيعة؟ أنا كان فكري هالنسوان يفشوا قلبهم وفي ناس استفادوا. أنت خالي ما استفدت على فظيعة؟ استفدت كتير. بريضاي عليك لا تزعلي يا لمطيعة. مطيعة حبابي وصريفي، أنا ما كنت عرفانة فهيمي لهالدرجة. بدي أسألك، هي ليش لهلأ ما تجوزت؟ فيفي حاجة هلأ بتنزعي سكبت إيديك. ما دخلك، قلتيه بجمالك أنت. وأنتي ما عاد بهمك الجمال؟ لا ما بهمني بالرياضة الجمال مو مهم، المهم جسم الإنسان يكون قوي. هلأ من كل عقلك بدك تشاركي بمباراة كاراتيه؟ ايه ليش لا؟ يعني لعبي تنس، والله التنس أحلى. فكر بالموضوع، ماشي حاله التنس، بس بدي أخذ الحزام الأسود بالأول. خلصنا بقى أنت وياها، ماني عم بعرف ركز. أنت ما كنتي تعرفي تخلصي بكالوريا بقى؟ إيه صار أعطينا بالفحص تبعك، صار لك زمان عم تقدمي، زمان كتير. شو فقدتي الإحساس بالزمن كمان؟ ما صار لي غير 17 يوم عم أقدم وبقيان لي 5 أيام. وشو حتفيدك البكالوريا؟ هي أنا أخذت البكالوريا ما استفدت شي. الدراسة ما فيها بطولة، ما فيها منافسة شريفة. بيضل الواحد عم يدرس 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 وبالأخير عم ينافس حاله. هذا بالنسبة إلك، بكرة أنا بنجح وبدخل على الجامعة وبأرجيكي لوين بوصل. لوين يعني؟ لوين بدك توصلي؟ على القمر؟ لا على الدكتوراه. عم تدرسي أدبي، شو بدي دخلك طب؟ حبيبتي ليش ما في دكتوراه إلا بالطب؟ شو رح تستفيدي؟ بكرة بيجعوك عيونك بتصيري بتحطي نظارات كعب فنجان. أيوة وإذا بس بكرة الناس بيصيروا ينادولي الدكتوراه إلا، وبصير بلقي محاضرات والجمهور يصفق لي. وبعد البكالوريا شو ناوية تدرسي؟ بدي أدرس علم نفس، بس إن شاء الله أجيب علامات منيحة وما أنضرب بشي مادة. على فكرة أنتوا بتضيعوا الوقت، أنا طالع أدرس برا. يا أحسن بدنا نطفي الضوء. يا رما خلصتي؟ بدي نام، عندي تمرين بكرة الصبح. وأنا كمان بدي نام، عندي عرض بكرة لازم يرتاح وشي. يا الله يا فريدة يا ريتك كنتي معي، انت شفتي قديش صفقوا لي. بدنا ننام. ايه بدنا نطفي الضوء، لازم عيوني ترتاح. ايه وانا كمان بدي ارتاح، بدي نام، انعست صار وقت النوم مو هيك؟ احكي لك قصة الاميرة فريدة يلي صارت غولي. رفعتي راسنا، ما في غير بيقولولي صحيح اللي طلعت الاولى بالبكالوريا جارتكين. قلن ايه وانا شايفه حالي.
الله يبارك فيك يا ام وسام. تفضلي تفضلي عادي، شرفي. تفضلي بالأمور. مرحبا ام فادي، كيفك؟ منيحه انا. كثير مبسوطه، مبسوطه كثير والله، حاسه كانه ابني فادي هو اللي نجح. تسلمي لي يا مطيعه. عدي حبيبتي عدي ارتاحي، هلكت معي اليوم، ساوينا التبوله وراحت على السوق مشي وجابت الاغراض والضيافات ورجعت مشي. عدي حبيبتي عدي ارتاحي. على فكره ميمي، أنا القعده هي اللي بتتعبني، بس اليوم عم بتحرك خصوصي بدل ما العب رياضه كرمال رولا. لكن شو كل يوم هي بدها تنجح بالبكالوريا؟ يعني من هلا وطالع صار لازم تهتم بالرياضه. صحيح هي صغيره بس جسمها بده حركه، خاصه انه صار لها زمان قاعده عم تدرس. اكيد اكيد انتي، بكره انا وياك بدنا نروح. انا كمان هيك عم اقول، لازم رجع جسمي سمباتيك، صار بده رياضه بعد القعده ورا الطاوله. منيره خانم وينها فريده؟ كانه مو شايفتها. على السقيفه. يوه على السقيفه وبهالوقت؟ ايه طلعت تدور على شغله، من وقت ما اجت من النادي طلعت على السقيفه ولهلا ما نزلت. مطيعة يلا خلينا ندوق التبولة والتارت. معلش ميمي نستنى شوي، هلا ما بقى ليجي فاروق. شبك ام فادي؟ عم يجعك شي؟ ايه معي شوية مغص. تعرفي منيرة خانم، رولا صايرة احلى من فريدة ومجذبة اكتر. ايه مجذبة. قوموا ارقصوا يا بنات، شو بكم؟ بعلمي نحنا فرحانين، ما هيك؟ يلا حطوا اغاني. تسلمي عليهم؟ مالي فاضي مالي فاضي، عم حاول ركز تفكيري على المباراة. عسقيفة؟ لا كنت عم دور على صور بابا. شوفي شوفي أنتي، بابا كان رياضي مثلنا، بس ماما عم تحاول تدفن تاريخه عسقيفة. أبوكي كمان ابن الواوية؟ ايه مزبوط، بزمناته أخذ بطولة 400 متر سباحة حرة. بس أمك الله يهديها لهته ما عاد خلته يكمل. صحي وين الكأس تبعه؟ ما بعرف، هلأ بطلع بدور عليه. إلا كان طلعي كمان دوق البيتزا والتارت، هدول دايت جبتهم محل خصوصي فاتح للأكل الصحي. بعد شوي بعد شوي، ليش لحتى تجيبيهم دايت؟ أنا لازم يزيد وزني معلوم مشان المباراة، ما بدي ضل وزن الزبابة. ما إلك إلا مطيعة، ما إلك إلا مطيعة. فيفي بنصح ما عاد في شو البس والبيون هاي ما ولا هاي إلا مطيعة. مالي فاضي لك مالي فاضي لك، البس اللي بدك اياه. ما إلك الا مطيعه. كيفي فيني استعير من طوائيكي؟ خديهم خدي خدي اللي بدك اياه، ما عاد بدي اياهم. لا مش كنت سخيفه. ما إلك الا مطيعه. موبايلك عم بيرن. ما إلك موبايلك فيفي. لا هذا المدرب ليش ليتصل فيي هلا؟ بيعرفني عم بتمرن. ما إلك موبايلك الا مطيعه. عم بنصح. الو والمليون عم يفوت. ايوه مالك. ايه انا يا رب. لا مطيعه. شو وين انا؟ مالك الا مطيعه. محطه الجمال عم بنصح. ايه فيك والمليون. بدكم تستضيفوني ببرنامج على الهواء؟ لا الا مطيعه. بدكم تصوروا عندي بالبيت؟ لك ايه امتى؟ طيب اوكي ما في مشكله. اوكي باي. ماما بدهم يستضيفوني ببرنامج على الهواء. ما إلك إلا مطيعة. بنت صبية بتبعتيها لأوروبا لحالها؟ إيه خالي شو فيها؟ ليش بنتي أقل من غيرها؟ بنتي طلعت الأولى بالبكالوريا. بتقولي بتبعتيها على أوروبا لحالها؟ لكن خليها هون، الدراسة برا غير شكل. بكرة بيقولوا بنت أكريكوز يلي دارسة برا. بتقولي بتبعتيها على أوروبا لحالها؟ الدراسة برا غير أكابرية خالي. ولا نسيت كيف كانوا يعاملوا سميح ابن جهام بنت عمتك غير ما يعاملوا جمال؟ مع انه الاثنين اخوات والاثنين دارسين فلسفه، بس سميح درس بفرنسا وجمال درس هون. سميح الف كتاب وصار مشهور يطلع بالتلفزيون، وجمال اشتغل بالتدريس.
بعدين المسكين ترك التدريس وفتح محل نوفوتي. بتقومي تبعتيها على أوروبا لحالها؟ إيه خالي، بنتي ذكية وفهمانة، ما بدي ضيعها هون. بتقومي تبعتيها على أوروبا لحالها؟ أنت عم تحكي هيك خالي؟ نسيت بزمانك لما خطبني وديع كيف قلتلي لا تقبلي وكفي دراستك؟ آخ يا ريتني سمعت كلامك واخدت البكالوريا على القليلة. يعني شو كنتي عملتي؟ بناتك خفاف مخرج سفر. إذا أنت هيك عم تقول شو بدهم يقولوا الغرباء؟ ها أنت قليلي، سألتي أبوها، أبوها موافق. مين أبوها؟ وديع. وديع؟ مين وديع؟ إيه خالي جوزي. إيه خالي بيوافق أبوها، بالعكس بينبسط كتير. تعرف هيك بتساعدني بالتدوير عليه، لأنه برا التدوير عليه أسهل. على مين؟ هاي ماما جامعة أكسفورد بلندن، هاي فيها علم النفس الحديث. أنا بفضل علم النفس الحديث، علم النفس القديم بطل. لا ماما خلص بالسوربون أحسن، حدا بصحله يطلع باريس وبيقول لا. عليكم السلام. عليا تعي لهم ماما. تعي حبيبتي تعي. شوفي معي. شوفي معك بالكيس. غراض. غراض. غراض شو؟ شو صار لك عليا؟ في ناس تحت هيك معهم كاميرات تلفزيون وهيك شغلات، يمكن طالعين لعنا. شفتوا نازلين من السيارة. هذا اللي ناقصني حيايا بالبيت، ضبيها من خلقتي بسرعة. يارا يارا يمكن اجوا حضري حالك. قومي نضب شوي هون بسرعة، قومي أنا وياكي. شو طالعة حلوة؟ كتير طالعة حلوة. طالعت لك كتير يارا. عن جد مامي؟ ايه. تفرجوا ماما، هذا فادي الكوافير. كوافير كتير شاطر وكتير لذيذ، بس ما بعرف ليش طقوله برغي. لك شو هي طقوله برغي؟ يعني احطوله. وجابوا شاب اسمه حسام كمان كان ظريف. بس كتير هون حلوة الرسمة. معليك انت عم تحكي؟ معلمة تفرجي. ايه تفرجي هلأ ماما. بلشت. يا رب بدك تخبرينا انه مهنه الازياء اخذتيها مهنه انت ولا كيف يعني؟ لا طبعا انا ما فكرت بعرض الازياء كمهنه. انا بحب الثياب الحلوه كثير كثير، ومره عرضت بحفله تخرج اختي رفيقتي، قمت نجحت وعجبت العالم كثير كثير، ومن وقتها صارت تجيني عروض. من فتره قريبه اتصلت فيني اختي لفرزاتشي عشان اطلع لعندها على ايطاليا، وهلا انا عم بدرس العقد انا ومامي. يا حبيبتي يا يارا شو طالعة ظريفة وبتعرفي تحكي. تقبريني مو مثل اختك فريدة، معذبتني من صغرة. يا حرام يا ماما، هي صاير معها ردة فعل، بجوز بدها معالجة، هي معروفة بعلم النفس. لكن انا ليش بدي اياكي تدرسي برا؟ مشان ترجعي وتعالجيها. فظاعة صدقي، لما بتطلع فيها بحس كأنه هالبنت مو بنتي. تعرفي يارا طلعة احلى من فريدة بألف مرة. ليش هالشغلة فيها شك؟ أنا أصلاً أحلى من فريدة حتى وقت ما كانت حلوة. شو هاي؟
بعد فيفي؟ شو عم تساوي؟ ليش هيك صايره مسترجله ماما؟ رياضه امي، هي رياضه. هاد الجنان رياضه؟ الله لا يسامحك يا مطيعه. ايه وين قاعدين؟ فيلم سينما؟ ماما عم بتمرن، عم بتمرن على الضربه القاضيه. الله يثبت علينا العقل يا رب. ما انكسروا. شهير، زفير، كمان شهير. ايه هي الرياضة مو اللي فسقتي لي بنتي عليها؟ صارت نص رجال. شو نص رجال صارت؟ تصدقي حتى بالنادي دقولي قالوا لي انه كتير كتير صار عنيفة باللعب، مع انه انحذروها مدري كم مرة، صارت كاسرة ايد نفس المدرب مرتين. الحق عليكي، ليش تعلميها على الكاراتيه؟ كنتي علميها على الطابة مو احسن؟ يا امي منك يا ميمي. ايه انا شو عرفني انه عم تعاني لهالدرجة؟ يلا فترة وبتمر. خليها تطالع يلي بقلبها. يا لطيف، قديش عم تعاني من جوا لحتى عم تنفس عن هالمعاناة بالعنف. المهم كيف يا يارا هلا؟ ما قلت لك؟ اتصلوا من التلفزيون قال بدهم اياها، في مخرج اسمه هشام بده اياها. لك هشام ما غيره، ما عرفتي؟ قال شافها وعاجبته كتير وبده اياها بدور. وافقتي؟ ليش ما وافق؟ اذا مع هشام بوافق، سمعته مثل المسك وكل الناس بتحكي عنه وبتوقف من هالناحية. مو مثل يلي ببالي بالك ويا على عيونه. الهي لك مو تارك وحدة من شره. بعدين هي اختها جربت تمثل قبلها، شو عليه؟ تمثيل مو عيب. يلا بركي بيمشي حالها، مو مثل فيفي يلي مو ماشي حالها بشي. زلت طبعا انا مختلف القارات، اوروبا وافريقيا. بس افريقيا مو كلها على فكره، يعني في كم مدينه بافريقيا هسه ما زرتهم. انت بتشبه خالي تاجه كثير. بعدين انا السفر بحبه، يعني بحس بانطلاقه، بحس بشغلات مو بس مو معقول انا اكون قطار؟ مو معقول قديش بحب القطاط انا. مو معقول قديش بحب القطاط، بموت بالقطاط انا، بموت. كيفك تبريني؟ كيفك دادا؟ كيفك حبيبي؟ كيفك تقبل عظامي؟ مو معقول، عندي بالاستديو يا جماعه 4 قطاط بجننوا بيطيروا العقل. بيستنوني على باب الاستديو كل ما بدي اجي، وكانه بيعرفوا اني بحبهم كثير. ايه مثل ما عم قلكم. بعدين عندي بنتي رشا تقبل عظامي بتحب القطاط كثير، وعندها بالبيت قطتين باربي وسنوبي. سنوبي يا حرام الله يعافيه انكسرت رجله. ايه والله انكسرت رجله يا خطيته، الله يعافيه ويشفيه بجاه الحبيب محمد. بعدين اجى جبنا له الدكتور بسام قلعجي، بسام قلعجي معروف طبعا، اجى اللي جبصن له رجله، اخذ وحطه بالسبت، ما فتح تمه بحرف. بتعرفوا ليش؟ لانه بيعرف انه هذا الدكتور جاي يسعفه. انت مو معقول قديش تشبه خالد تاجه، مو معقول. تضرب انت وخالد تاجه. استاذ تفضل اشرب قهوه رح تبرد. يلا. ايه والله استاذ هشام هلا يا راي. عفوا اذا سمحتي، خير ان شاء الله. مين هلا عم يدق لنا؟ يتقبر قلبي رشوشه. الو، ايه رشوشه بابا كيفك؟ شو اخبارك؟ ايه عم بحكي عن جماعه. لك جماعه خلص بعدين بقول لك. خلص شوفي هلا. ايه كيف شنوبي؟ ها؟ بالله؟ عم تحسن يعني؟ ايه بابا ماشي. حكوا بيت بقوية شيء؟ طيب ماشي، اوكي اهلا بابا. لك روحي هلا بعدين بنحكي. خلص بعدين ماشي بعدين مشان شو. اوكي اهلا باي بابا، باي حبيبتي، دير بالك حالك. اهلا باي. ايه مو معقول شو هالفناجين الحلوين هدول؟ فناجيكم على فكره بيعقدوا بجننوا. كان عندي اخواتهم، وما زالوا عندي طبعا ببيت اهلي بالمزرعه، والبيت اساته موجود والفناجين اساته موجودين. بكره بس تزورينا بيت اهلي بخلي امي خير فيها. بدي اقول لا خلص، بخلي امي كمان. لا مو معقول انا مطلوب كثير. بخلي امي ضيفك باخواتنا هدول الفناجين. ماشي. وعلى فكره بتعرفي منين جبتهم حبيبات قلبي؟ بتعرفي منين جبتهم هدول الفناجين؟ الو اهلا سلامات. يا اهلين. ايه معلش انا هلا برجع بحكي معكم، انا مشان الاوردر بحكي معكم بعدين، هلا مشغول شوي. ايه مع السلامه. اهلا مع السلامه. وبعدين مو معقول يعني بتعرفي منين جبتهم هدول الفناجين؟ من تركيا جبت الفناجين. اخواتهم تماما نفس اللون ونفس الزي،
من تركيا، من نص تركيا، من محل بيع انتيكات وما انتيكات. شلون صارت القصة؟ كنت مسافر على ألمانيا بسيارتي فوكس فاجن. كان عندي سيارة فوكس فاجن متعقد بتجنن، جنوطة، لون، زمور، مو معقول قديش مطلوبة، أنا مخرج مطلوب كتير. المهم سافرت من ألمانيا لإسطنبول، نزلت بإسطنبول. ألو، أيوة أيوة، تكرم عينك ولو أهلا وسهلا فيك. هلأ شوي تاني شوي تاني، أنا بس لأنه عم نشتغل، عم نحكي شوي مع جماعة، عن جماعة أنا ضيف، ماشي؟ أو أنت خبر رشا، خبر رشا هلأ إذا سمحت. أهلا أهلا باي. فكنت طالع بسيارتي فوكس فاجن لألمانيا، ونزلت وين؟ بإسطنبول، ولا شفت محل بيع أنتيكات وشغلات قديمة، واشتريت الفناجين. أخوات لهدول تماما. أهوتك طيب يا ترى؟ هلأ رحت على ألمانيا بالسيارة؟ بالفوكس فاجن. لا، والألمان تعقدوا إنه معقول في واحد بهالزبنات بيركب هيك سيارة أنتيكة؟ لا، وشو حاول يبدلوا لي إياها، بس أنا مرضي طبعا. أستاذ أنا شو دوري؟ راح أعطيكي 20 مشهد، بس هدول 20 مشهد أهم من البطلة، وراح ينحكى فيهم طول عمرك بهالمشاهد هدول. هلا هالطقم هذا منين جايبينه؟ بيشبه طقم كان عندي أخوه تماما قبل ما بدل بيتي. هذا قديم، رح تساووا معه عقد؟ طبعا طبعا، عقد قبل عقدي. مو معقول قديش عندكم شغلات حلوة أنتيكة، مو معقول، بتجنن. على فكرة راح دلك على محل اشتريت من عنده كل عفش بيتي أنا، محل بجنن، كله أنتيكة وفرش وشغلات حلوة كتير، بس غالي على فكرة، بس شغلاته حلوة كتير. أنت بتشبه خالي التاجر، مو معقول، تشبهه كتير كتير. بس بنتنا صغيرة، بدنا نكون معها، ما رح نتركها لحالها بهالجو. ولا يهمك ولا يهمك، بتروحوا معه ومنخليكم تمثلوا كمان. أنا على فكرة ما في حدا باللوكيشن إلا يا بيطلع عندي يا بمشهد يا بلقطة. ياي، مو معقول يا بنوم، مو معقول قديش حلوة الباترينا. منين جايبينها هي؟ من محل كلاسيك، ما هيك؟ من أبرماني ولا من حلب؟ على فكرة عندي أختها لهالفاترينا. أنت مو معقول قديش بتشبه خالد تاجة، شيء ما طبيعي. مين هاد خالد تاجة؟ ومين شفتي كمان؟ شفت رفيق سبيعي ومنواصف. منواصف أرضي دور أمي بالمسلسل. وجمال سليمان ما شفتي؟ لا ما شفته، بس شفت أندريس كاف وفارس الحلو. وبسام كوسة؟ كمان ما شفته، بسام ما بيحب يرتبط بعملين سوا. بس حذري مين شفت؟ مين؟ شفت خالد تاجة، وخالد تاجة ما بيرد، بيشتغل 7 مسلسلات سوا. يو خديني معك بكرة. باخدك، بس خلينا ننام هلأ. بكرة دي بيعطوا لي ميكرو الساعة 7 الصبح. تصوري علوشة، ما عندهم غير ميكرو واحد. لا وشو، بيطلعوكي قبل ب6 ساعات من مشهدك. رولا، ما بدك تطفي الضوء؟ التعى قلبي بدي نام. دقيقة بس، عم عبي طلب لجامعة هارفرد، بعدين ببقى بطفي لك الضوء يا أختنا النجمة. انتي وهالمرأة تعرفي، خلينا ناخدها بكرة معنا على الاستديو. استاذ هشام بحب الحيوانات كتير، قالوا بيحب أكتر شي الحمير لأنهم حمير، وبيزعل عليهم، قال لأنه بحياته ما شاف حمار عم بيضحك، بس شاف حمار عم بيبكي ويعاني. عليا، طالعية لبرا. حرام فيئة، ناميت. شوفي شلون نامي. تصبح على خير يا حلوي، تصبح على خير. أحلاها نامت، فايت يا الله فيها. يلا نامي، تصبح على خير. Thank you.
حبيبي جيبي لها ماي بسرعة. يا رب يا رب سامحيني سامحيني يا رب ما قصدي يؤذيك. مامي تأخرنا يعني لإمتى بدنا نضل عم نستناها؟ يا فيفي يلا ماما حتتأخروا. مامي هلا مو أحسن للكاراتيه؟ اسكتي شو بدك أختي تتعقد؟ يلا فيفي يلا حبيبتي تأخرنا. يلا مامي قال استنوا شوي لتزبط الميزامبليك تبعها. مامو إذا نجحت وتبعتيني أدرس بأوروبا؟ نعم. أي ماما اطلع أدرس مثلا بفرنسا أو بأمريكا أو بإنجلترا. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصني. شو ابعت بنتي تتغرب برا؟ لا ماما دراسة برا أحسن. لا مو أحسن تدرسي هون بالجامعة وإذا إجا نصيبك تتجوزي. شو بدك تعملي بالشهادة؟ بدك تعلقيها على الحيط؟ عليا افتحي الباب إجا خالي. أهلين خالة. أهلين آخر العنقود. يا لطيف شو طويل بس لسانك أطول مني. تعي حبيبي أول مرة بشوفكم لابسين وجاهزين مني. يلا حبيباتي يلا 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 الشرطة تحت عم سيارة سيارة تحت عم تستنى. قلت باخذهم بوصلها بطريقة بعدين بروح على القهوة. ايه لا خالي ما في روح على القهوة بدك تروح معنا. ما بدك تشوف البنات هنين عم يعرضوا أزياء روحة حلوة كتير. كنت رحت معكم لو عزمتي مطيعة بتسلى أنا وياها أما هيك بدي روح يعني ودي خلقي لحالي. لحالك؟ هلأ كلياتنا رايحين ولحالك؟ خالي عم أقلك هاي مطيعة أنا قطعت لها ورقة وما عاد بدي شوفها. وحدة مشرانية ومعقدة فظيعة. يلا فيفي يلا ماما خلصينا بقى. يا ربي ما بدي روح ماما ما بدي روح. شوفي شو انسناني شوفي ايدي جيني عضلات. معلش يا حبيبتي ريحيهم انتي لبقى تحركيهم. هذا كله من الرياضه اللي كنتي عم تساويها. الله لا يسامحك يا مطيعه. بيرجعوا حبيبتي بيرجعوا. الو ايه لملومه يلا جايين. لا هي فيفي اخرتنا. عضلات قال طالع لها عضلات. ماشي يلا باي. يا على قطاتكم وحده تقول الثانيه. يلا بقى خلصنا خلصوني تاخرنا. يلا خالي روحوا انا برد. الو مين؟ وديع. اهلين وديع وينك انت؟ وديع أنا منيرة. خالي وديع. برجع هيك برجع هيك تبين بالمرأة. وديع مين وديع؟ Thank you.